بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج قهوة الصباح في هذا التواصل الصباحي اليومي وهذه المجلة المتنوعة التي نسعى من خلالها تقديم كل ما ينال رضاكم واستحسانكم ويقترب أيضا من ذائقتكم الطيبة. إذن مشوار صباحي نتمنى أن يكون مفعم بعبق الجمال والروعة كروعة وجمال قلوبكم الطاهرة مشاهدين الأحبة، ونحن نواصل معكم أيضا متابعة أيضا لمختلف الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة، بالإضافة إلى جملة من المحطات والفقرات بمختلف المواضيع التي نرجو أن تكون مفيدة بمشيئة الله تعالى، تستفيدوا وتستمتعوا أيضا بكل ما سيكون حاضر بيني وبين أيضا ضيوفي الأكارم. أهلا بالجميع وبكل من يشاهدنا سواء من داخل السلطنة أو خارجها، ومباشرة معكم وإليكم استعرض أولى محطاتنا وفقراتنا لهذا اليوم. ستكون بمشيئة الله تعالى الابتداء مع ليلة التراث العماني. محطة الصحافة وجديد العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. في فقرة أيضا أشخاص ذوي الإعاقة، أخونا وزميلنا سلطان العامري سيكون موضوع حول برامج وأنشطة البنات الصم. ومشروع تدريب وتأهيل الأسر المتعففة. إلى جانب كل ذلك مشاهدينا الأحبة، معنا زميلنا محمد بن عبد الله المهري موجود حاليا في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض لينقل لنا وقائع وتفاصيل مؤتمر ومعرض الغذاء والضيافة لعام 2017. محمد صباح الخير ونجدد لك التحية، وإيش الجديد معاك اليوم؟ صباح الخير سيف، صباح الخير أيضا لكل المشاهدين متابعين برنامج قهوة الصباح سيف. اليوم الحديث عن الغذاء فقط وهذه السلامة الغذائية من خلال معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة 2017 هنا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض لمدة 3 أيام، يبدأ اليوم 16 من أكتوبر إلى 18. الجميل في هذا المعرض أنه يصاحبه أيضا مؤتمر تقدم فيه تقريبا 20 ورقة عمل تعنى بالغذاء والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى 500 براند أو علامة تجارية، بالإضافة إلى 15 دولة أيضا من كل أنحاء العالم تشارك في هذا المعرض والمؤتمر، و150 شركة أيضا منتجة للغذاء. هذا المؤتمر يعنى بكثير من المعلومات سواء كان على مستوى الغذاء سواء كان على مستوى الضيافة، بالإضافة إلى مسابقة إعداد القهوة ومسابقة أيضا أفضل طاهي. إذن كل هذه الفعاليات تصاحب معرض عمان للغذاء والضيافة 2017 من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هنا في مسقط من خلال هذه الفعالية الغذائية التي تعنى بسلامة الغذاء. في قادم الوقت سنكون على تواصل من خلال تفاصيل هذا المعرض بالإضافة إلى أبجديات ومحاور هذا المؤتمر إن شاء الله تعالى. محمد، وإحنا بانتظارك بمشيئة الله تعالى لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض وهذا المؤتمر. فالتحية لك يا محمد، والتحية أيضا لكل طاقم العمل من الزملاء الموجودين معك. مشاهدين الأحبة، تقارير أيضا محضرين لكم طاقم إعداد هذه الحلقة، نوجه لهم كل التحية والتقدير، ونحن بدورنا مباشرة ننتقل معكم إلى حالة الطقس في السلطنة نتعرف على ذلك، وبعدها نبتدي معكم فقرة الصحافة واستعراض لأهم العناوين والأخبار، فحياكم الله.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الأحبة، فقرة الصحافة وجديد العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. في جريدة عمان، جلالة السلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء بحصن الشموخ. الصحة تستهدف أولياء الأمور والأخصائيين النفسيين للكشف المبكر عن طيف التوحد. خطط لتحسين البيئات التعليمية وضمان الجودة في 13 معهدا صحيا بالسلطنة. من عمان إلى الوطن، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية تقول أن المرأة العاملة في القطاع الحرفي حققت إسهامات متعددة وكرمت على المستوى الإقليمي والدولي. 52 ألف متقاعد بالخدمة المدنية يتقاضون 23 مليون ريال عماني حتى سبتمبر الماضي. وعقاريون يؤكدون وجود حزم وظيفية جاذبة للقوى العاملة الوطنية بالقطاع العقاري العالمي. وإلى خبرنا العالمي مشاهدين الكرام، وإسمنت أخضر لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. اجتمع 15 عالما دوليا يمثلون 11 معهدا للتقنية في زيورخ السويسرية في محاولة للبحث عن إسمنت أخضر لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. إسمنت بيئي لا يضر بالبيئة بتاتا عند إنتاجه واستخدامه والتخلص منه أو حتى تدويره. وأفاد علماء بجامعة زيورخ أن المشروع يحمل اسم سيمف، وهو مختصر اسم حقول القوة الإسمنتية، ويستخدم العلماء فيه معطيات وبيانات لمحاكاة التفاعلات الذرية بين مكونات الإسمنت وطرق تخليصها من ثاني أكسيد الكربون عند الإنتاج. إذا مشاهدينا الأحبة، كانت تلك جديد العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، استعرضناها لكم. إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل نبتدي معكم أولى محطاتنا الحوارية التي ستكون حول ليلة التراث العماني، فخلوكم معنا. كشف في هونغ كونغ النقاب عن آخر لوحة من لوحات الرسام الشهير ليوناردو دافنشي، مملوكة ملكية خاصة. لوحة دافنشي واسمها سالفاتور موندي هي واحدة من لوحات يقل عددها عن 20 منحها الرسام الشهير كهدايا، ويتوقع أن تباع اللوحة ب$100 مليون حين تعرض في مزاد بدار كريستيز للمزادات في نيويورك في 15 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. يقول فرانسوا بورتير المسؤول عن المقتنيات القديمة في كريستيز إن هذه فرصة نادرة للحصول على لوحة بتلك القيمة. ويقول بورتير إن قيمة اللوحة التي يصفها البعض من فرط جمالها بأنها لوحة موناليزا الرجال تأتي من كونها تصور السيد المسيح ورسمها دافنشي في قمة عطائه الفني عام 1500. حفظت اللوحة ضمن تشكيلة للملك تشارلز الأول، واختفت طيلة الفترة بين 1763 و 1900، ثم أعيد رسم وجه المسيح وشعره، لكن أصول اللوحة والتوقيع عليها نسي. وأودعت اللوحة لدى صوتبيز عام 1958، وبيعت لجامع لوحات أمريكي بمبلغ أقل من $60. سامح البرديسي، رويترز. حياكم من جديد مشاهدي الأحبة، وتحية صباحية من القلب لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح في هذه الأثناء، أو من سينضم أيضا تباعا ليتابع مختلف المحطات والفقرات القادمة من برنامجنا. المحطة الأولى سنفرد فيها مساحة للحديث حول ليلة التراث العماني، ولكن قبل ذلك
سنتوجه مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الزميل محمد بن عبد الله المهري الموجود حاليا في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض وجديد التغطيات والمتابعات القادمة مع محمد. محمد صباح الخير من جديد. يا محمد صباح الخير. صباح الخير سيف، وصباح الخير أيضا لمن انضم إلى قافلة قهوة صباح. حياك الله يا محمد. بداية سيف، علاقتك بالغذاء وعلاقتك أيضا بالمطبخ ولا؟ تفضل محمد تفضل. عموما اكيد مالك علاقه كثير بالمطبخ، ولكن يبقى احيانا الغذاء او صناعه الغذاء سيف تعتبر صناعه على مستوى الرجال، على مستوى النساء، على مستوى الاسره، ولكن المشهور على مستوى العالم على انه اكثر الطهاه شهره في العالم هم رجال. اليوم نتحدث عن هذا المعرض الذي يعنى بالغذاء والتغذيه من خلال ضيفي فيصل بن عبد الوهيبي، وهو مسؤول العلاقات العامه هنا في عمان اكسبو. فيصل صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. حياك الله فيصل. اليوم المعرض يعني كثير من التجهيزات، المطبخ، الغذاء، سلامه ايضا الغذاء، كل هذه الاشياء تتحدث عن مشاركات من دول مختلفه. حدثنا بدايه عن ابرز اهداف وجود هذا المعرض والذي يعنى بالغذاء والضيافة في السلطنة. طبعا المعرض هذا افتتح لاستقبال المستثمرين المحليين بالسلطنة، لأن هذا المعرض الحين تحت حلته 12، ويتحدث عن المشاريع التنموية مثل الغذاء والضيافة. طيب فيصل، اليوم في مشاركة 500 منتج علامة تجارية، وأيضا 15 دولة بتفاصيل المشاركة المختلفة. أنا أتحدث عن يعني مشاركة رقم 12 الآن. ما هو جديد هذا المؤتمر المعرض عفوا؟ المعرض الجديد لأن الحين عدد المشاركين أكثر من قبل، وعدد المستثمرين أكثر من قبل، طبعا من خارج السلطنة. أيوة، وتقريبا من 50 دولة من خارج السلطنة، وخمسين دولة تقريبا محلية، لعرض منتجاتهم وصناعاتهم المحلية والصناعات العالمية. إذا مثل ما موجود أيضا في المنشور أنه 15 مشاركة أيضا من دول مختلفة، أصبحت الآن 50 شركة تقريبا، ما يقارب 50 شركة من الهند وماليزيا وألمانيا وعدة دول أخرى. طيب ماذا تتوقعون من الناس يعني من الإقبال على هذا المعرض الذي يعنى بكثير من تفاصيل الأمن الغذائي والغذاء وسلامة الطعام؟ طبعا نحن الشركة تعمل الإعلانات للمستثمرين العمانيين المحليين لحضور المعرض وعقد صفقات تجارية من الدول العالمية، الدول الثانية الأخرى. إيش برامجكم خلال 3 أيام؟ طبعا بيكون في مؤتمر اليوم ولمدة 3 أيام، والمعرض نفس الشيء من اليوم 3 أيام لغاية 3 أيام. طيب أكيد عندكم يعني مشاركين أيضا في مسابقات مختلفة، عندكم مشاركة كانوا في الطهي وأيضا إعداد القهوة. في مسابقات، عندنا مسابقة الطهي طبعا والقهوة، هذا وتعرف أنت مال الفنادق. كثير مشاركين من الفنادق يعني نشوف ايضا كثير من ايوه مشاركين الفنادق العرض. طيب كانت تقام هذه النسخه في المعرض القديم او مركز عمان الدولي للمعارض، اليوم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بهذه الحله وهذا الفضاء ايضا والمتسع، ماذا يضيف للمعرض؟ هو يضيف يعني اشياء احسن واجد. ايوه وافضل، لان لا تنسى ان المساحه كبيره والمواقف كثيره والمكان مهيئ اصلا، مهيئ لتنظيم المعارض. وربما هذا اللي خلاكم ايضا تفكروا في انه بالاضافه للمعرض يكون هناك ايضا مكان لوجود مؤتمر. صحيح. وبالنسبه للمركز الحين في تنسيق، لان في قاعه المؤتمرات لسه يعني بعد ما جاهز في المرحلة القادمة إن شاء الله. طيب بماذا تعد الناس يعني كيف ممكن ندعو الحضور لزيارة المكان؟ أنا أتمنى من خاصة من المستثمرين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحضور إلى المعرض وعقد صفقات للشركات الكبيرة،
بتمويل لقاءات شراكة. أيوة لقاءات شراكة. إذا في الفترة الصباحية والمسائية يكون التوقيت في الفترة الصباحية من الساعة 10 متواصل إلى الساعة 7 مساء. على مدى 3 أيام. على مدى 3 أيام. إذا نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لكم أيضا أن يستقطب أيضا هذا المعرض إن شاء الله، سواء كان المعرض أو الجزء الآخر من هذه الفعالية اللي هو المؤتمر، كثير من المهتمين أيضا والمستفيدين من هذه الفعالية. شكرا. صح. شكرا جزيلا. شكرا. أحسن. إذا مشاهدي الكرام، معرض عمان للغذاء والضيافة يعتبر نافذ أيضا حقيقة، مثل ما ذكر فيصل، حتى لشبابنا اللي عندهم هكذا مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعنى بهذا الجانب المرتبط بسلامة الغذاء، فرصة أيضا لحضور إلى المعرض، عقد شراكات أيضا ولقاءات مع شركات المختصة، فبالتالي يكون هناك أيضا رفض، يكون هناك أيضا نوع من التعاون بينهم بين المؤسسات المتخصصة أيضا في سلامة الغذاء، مثل ما ذكر فيصل أيضا باعتباره مسؤول العلاقات العامة، نتحدث عن 50 دولة أيضا بثقافات استهلاكية غذائية مختلفة. نتمنى كل هذه المنظومة أن تتحقق هنا على أرض السلطنة، وتحديدا هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سيف، ربما نعم. سألتك أيضا قبل علاقتك أيضا بالغذاء، ولكن في الأخير نتمنى طبعا أن يكون هناك سلامة للغذاء أينما كان الإنسان على هذه البسيطة، ونتمنى أن تزداد هذه الثقافة أيضا الغذائية على مستوى الأسرة، وأن نكون أيضا أكثر حيوية وأكثر أيضا ارتباط بالسلام الغذائي من خلال التعرف على كثير من نمط المعيشة هنا في أكيد. هذا المركز. إليك. شكرا لك محمد، شكرا أيضا على هذه التغطية المميزة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تفاصيل جميلة ورائعة أكيد حول معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة لعام 2017، فشكرا لك يا محمد. عموما المشاهدين الأحبة، يعني حفاظا على الهوية العمانية الثقافية الجميلة، وأيضا اعتزازا بالأصالة، أصالة الأزياء العمانية التقليدية سواء كانت النسائية أو الرجالية، كل ما يرتبط بهذا المجال الجميل والرائع، ليلة التراث العماني ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى مساء اليوم في متحف بيت الزبير، وتفاصيل أكيد رائعة ستكون بمشيئة الله تعالى، ولكن سنتعرف عليها بوجود أخونا علي بن مبارك البوسعيدي صاحب محل عمانيون للأزياء العمانية، واحد المشاركين أيضا في هذه الليلة. حياك الله أخوي علي. حياك الله. وسعيدين جدا بوجودك معنا في قهوة الصباح. الله يخليك، بارك الله فيك، ولنا تشريف يعني مثل ما بديت وأسلفت يعني أي ليلة التراث العماني وحفاظا على الموروث العماني والملابس التقليدية العمانية. ما شاء الله اليوم راح يظهر عندنا تقريبا معظم محافظات السلطنة. جميل. الملابس اللي هي تزخر فيها محافظات السلطنة. نعم. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ممتاز، هذا التنوع الجميل سيكون حاضر من خلال هذه الليلة، وراح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى بوجودك وبوجود أيضا أختنا ندى باشعيب، صاحبة أيضا دار ندى للأزياء، إحدى المشاركات أيضا في هذه الليلة. حياك الله يا ندى، سعيدين بوجودك اليوم في قهوة الصباح. أنا أسعد إن شاء الله. يا مرحبا. سأبدأ معك يا علي، كونها ليلة التراث العماني ربما نسخ متتالية ومتعاقبة، ولكن هذه المرة ستحمل ليلة التراث العماني في ذا جلمر شو. كيف جاءت الفكرة يا علي؟ والله ليلة التراث العماني أول شيء يعني نقدم الشكر الجزيل لرائدة الأعمال الأخت ريما الساقواني. نعم. صاحبة مشاريع ريما المتكاملة. طبعاً وجهت كل التحية على جهودها دائماً ما شاء الله عليها. ما شاء الله من 6 شهور تجهيزات يعني قبل رمضان إلى أمس تقريباً، آخر تقريباً لقاء كان في بيت الزبير، الجلسة مع العارضين والمشاركين كامل. إن شاء الله راح يبدأ اليوم العرض يعني تقريباً من الساعة 7 اللي هو الفعلي راح يكون 7:30 تحت رعاية صاحبة السمو سيدة منى آل سعيد. نعم. سيدة منى بنت فهد محمود آل سعيد. نعم. إن شاء الله، وبإذن الله تعالى راح يكون في يعني عرض أزياء رجالية عمانية محافظة على الموروث العماني. جميل. محافظة على الأصالة والتقليد، يعني راح يظهر بصورة طيبة إن شاء الله. واللي يميز العرض الأكثر يعني إنه في كتيب، راح يكون تدشين كتيب هدية لمولانا حضرة صاحب جلالة. الكتيب يعني أخت ندى أنا شديد ما شاء الله عليك. لا حب علي بتعرق علي كل الأسئلة على طول مباشرة تدخل في الموضوع. راح يكون كتاب إن شاء الله. جميل. هو اسمه تراثنا بين الحاضر والماضي. ممتاز. تراثنا بين الماضي والحاضر. إن شاء الله. أيوه، بيكون يعني هو هالكتاب يجمع تقريبا 50 مؤسسة. مؤسسة متوسطة وصغيرة. يشمل الأزياء التقليدية المتطورة والقديمة. أيوة. كذلك الحلي
التقليدي نفس الشيء. المتطور وش اسمه والقديم ان شاء الله. يعني هذا الجديد المضاف في هذه النسخه صحيح من دقل المرشو وليله التراث العماني، ولكن اكيد العروض الازياء اكيد راح تكون ايضا جديده ومتنوعه تفصيليه بعد. راح تكون تفصيليه ان شاء الله. راح يضاف فيها يعني مثلا انا بكلمك عن الشق الرجالي يعني الشق النسائي خلي لي ندى. يعني التقليدي راح يكون موجود الترس، السيف، راح تكون يعني كذا اشياء، العتم، الملابس نفس الحاله، الملابس منطقه الظاهره، منطقه محافظه الظاهره، محافظه الباطنه، محافظه مسقط، يعني ما شاء الله راح يكون في تنوع. يعني هو قد يكون وقته بسيط ساعة تقريبا، بس ما شاء الله راح يظهر فيه معالم كثيرة يعني. نحن محتاجين أن نشوفه، وبالعكس راح نحافظ عليه إن شاء الله قدام حال أخواننا وأبنائنا. وما شاء الله موضوع عماني بما يتعلق بالزي الرجالي. ماذا عن النساء يا ندى؟ النساء نفس الشيء، راح يكون في أزياء تقليدية قديمة بمختلف محافظات السلطنة مع الحلي، وراح يكون في أزياء المتطورة بس الأهم أنها تكون محافظة على تفاصيل الزي التقليدي. نعم ممتاز. علي انت شخصيا ايضا وكرائد اعمال ومشاركتك ايضا، طبيعه مشاركتك في هذه الليله ايش راح تشارك؟ والله انا ان شاء الله راح اكون مشارك بالازياء الجديده والمطوره يعني الازياء، وان شاء الله راح نكون محافظين على اللبس العماني المطور اللي ما ابدا ما راح يدخل فيه اي تزوير، ان شاء الله راح يكون عماني يعني ان شاء الله، ما راح يكون في اي تعديل ربما اي تعديل ان شاء الله من باب التشويه. لا ما كان ما راح يكون محافظين ان شاء الله على الزي العماني. بالعكس هذا هدفنا يعني. وبما أننا نحن مسمانا يعني اسم محلنا عمانيون إن شاء الله راح نظل محافظين بإذن الله تعالى. نعم ولكن في هذه الليلة أنت راح تكون يعني طبيعة مشاركتك أنت كمحل أيضا وكشخص في هذه الليلة كيف راح تكون؟ راح تتولى مهمة مثلا تخلي الشباب يرتدون الملابس من محلك الخاص ولا إيش بالضبط؟ إن شاء الله راح يكون نعم راح يكون هو بنكون أنا والأخ مصطفى اللواتي. طبعا مصطفى ما موجود بس صراحة الأخ مصطفى يعني نوجه له تحية كبيرة. ما شاء الله كان أمس معنا وكان يعني بذل جهد كبير لتدريب العارضين يعني خطواتهم مشيهم يعني لبسهم توزيع اللبس على العارضين يعني من اللي يلبس التقليدي ومن اللي يلبس المطور. فما شاء الله كان أمس يعني ختام البروفة النهائية. لكن تتولى تلبيس العارضين؟ نعم نعم من محلك الخاص. من محلي الخاص نعم. ممتاز. ماذا عنك يا ندى؟ أنا بكون إن شاء الله أزياء تقليدية متطورة. نعم ومعنا الأخت أمل الريامي بالأزياء التقليدية القديمة. التقليدية أيوة. نعم راح تلبسين العارضات طبعا؟ أنا راح ألبس إن شاء الله العارضات وتكون أزياء هي تقليدية محافظة على أساسيات اللبس العماني اللي هي الأساسيات اللي هو مثلا الشال، اللبسة، السروال، بس بيكون في تطوير يعني شوي. طيب حدثينا أكثر أيضا عن أزياءك من باب أيضا الحين المشاهد الكريم حاب يعرف أيضا عن دار ندى الأزياء إيش اللي تقدم بالضبط، إيش اللي أبرز الأزياء الموجودة عندها؟ هو شوف يمكن يعني تكون الأزياء مثل ما خبرتك الأساسيات موجودة. أيوة. بس يبقى الاختلاف في القصات. ممتاز. اللي تستخدم أو تضاف إلى اللبس العماني التقليدي، مثلا إذا لبس صوري بحدثه في إنه مثلا القبعة إذا كانت بطريقة معينة تلبس فيمكن أنا أغير شوية في القصة. ممتاز. أخليها شوية تكون مختلفة عن القديم. ونفس الشيء من ناحية الظفاري أسوي إضافات، ومن ناحية نفس الشيء اللبس مثلا البلوشي أسوي إضافات بسيطة بس الأساس يكون موجود. أنه الواحد إذا شاف يقول أنه هذا مستوحى من اللبس السوري. أو مستوحى من اللبس البلوشي يعني يكون مفهوم. نعم جميل جدا. علي أنت كرائد أعمال وكمهتم أيضا بالأزياء العمانية التقليدية الرجالية أهمية حضورك ومشاركتك أيضا في مثل هكذا تجمعات ملتقيات ليالي تعنى بهذا الشق أيضا الجميل وهو التراث العماني الأصيل. هو إبراز كصاحب أعمال يعني إبراز الموروث يعني بنحافظ عليه نفس الحالة. ثاني شيء يعني نحن يعني رواد أعمال أنا شخصيا يعني مهتم في صناعة المصر العماني يعني نقوش يعني من المرحلة الأولى إلى من يوصل إلى المستهلك يعني. فالحمد لله رب العالمين المحل لاقى استحسان كثير من الزبائن يعني وما شاء الله صار فرق كبير وكثير من المرتادين المحل يعني ما شاء الله بشكل كبير يعني. عشان كذا حبيت أسألك أيضا عن كيف شايف الإقبال التفاعل من قبل أيضا الشباب العماني في شغفهم ورغبتهم الجامحة الدائمة خلنا نقول في ارتداء فعلا الزي العماني التقليد الرجالي بأصالته المعروفة. والله هو كان يعني كان في تحدي كبير ما شاء الله الأخت ريما يعني كانت تريد تظهر صورة المحل بشكل كبير يعني لأن المحل يمكن قد يكون
ما معروف بالشكل الكبير خاصة خارج مسقط. ما شاء الله الناس لما عرفت المحل ما شاء الله ظهر انه يعني بشكل عام نحن ما نتكلم عن المحل ولكن عن الزي العماني التقليدي الرجال وحضوره أيضا في مختلف المناسبات سواء كانت الوطنية أو أيضا الاجتماعية صحيح؟ نعم جميل. طيب ندى يعني وجودك ومشاركتك أيضا كرائدة أعمال مهتمة أنت بالأزياء النسائية بشكل عام، إيش اللي تمثل لك هذه المشاركات؟ وهل أنت متواصلة دائما في هكذا معارض وملتقيات؟ أيوة هذا أنا الحين مشاركة ثانية لي في جرامر شو. ممتاز. أيوة وقبل شاركت نفس الشيء في ليلة إحياء التراث العماني لما كان تبع بلدية مسقط مهرجان مسقط. فهو إلى المشاركة لي يعني مثل ما تقول إظهار الزي. أوكي وإني يعني أبين للجمهور دار الندى للأزياء كيف هو يعني فاهم أو كيف التطوير للزي العماني. جميل. وتعرف في هالأول كان الزي التقليدي يلبس بشكل يومي بس الحين صار يعني ما بشكل يومي ببعض المناطق فصاروا إنه في بعض المناسبات مثل حفل الزفاف الحنة فصار إنه يحتاج إنه الواحد يسوي له إضافات. جميل. على أساس إنه يناسب هالمناسبة يعني يناسب إنه حفل زفاف أو حنة هذا اللي أنا قاعدة أتبعه الحين. جميل جدا. علي طيب خبرني وخبر المشاهد الكريم أيضا إيش راح يكون فيها الليلة بالتحديد؟ ليلة التراث العماني في برنامج يعني هي راح تكون يعني ذا جلامر شو آخر جلامر شو توفق أيوة الأخير راح يكون النسخة الختامية نعم. طبعا راح يكون في أبرز شيء راح يكون في تدشين كتيب والكتيب مضمونة 50 شركة اللي هي مؤسسة صغيرة متوسطة يعني تقريبا هذه وحدهم تجميعهم ما شاء الله يعني خذ جهد كبير, كبير, كبير يعني احنا محتاجين مثل هذا الكتاب محتاجين نعم. بالفعل لأنه يعني دائما بس عروض أزياء بس احنا محتاجين شيء يوثق نعم. شيء يكون موجود يعني لنا سواء كان هذه تجربة ونقطة إيجابية أيضا تحسب على القائمين. أيوة هو توثيق يعني الأزياء العمانية سواء كانت متطورة أو قديمة بكتاب على أساس أنه يكون لنا مثل ما تقول جميل جدا. طيب المشاركين في الليلة تقريبا كم عددهم كمؤسسات؟ المشاركين الليلة هن مؤسستين بس اللي في الكتيب المضمون كانوا 50 مؤسسة. نعم. فأنت صعب أنك تجمع نفس الحالة كلهم 50 مؤسسة في عرض واحد وكذا بس تم جمعهم في الكتيب وهذا راح يكون على شكل هدية لمولانا صاحب جلالة. نعم. خبريني يا ندى عن التفاعل والأصداء حتى اللحظة أيضا عن هذه الليلة. لا هو صراحة يعني إيش أقول لك يعني مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ما شاء الله الواحد متابع أيوة في إنستغرام وتويتر وما شاء الله تنزل دائما إعلانات في الجرائد في الرؤية وتنزل في مختلف المؤسسات أيوة فعلا أكثر من جريدة نزلت يعني دائما إعلانات مستمرة من تقريبا أكثر من شهرين وإحنا مستمرين على الإعلانات. نعم. والحد أمس كانت آخر بروفة لينا. نعم ما شاء الله. وإذا الليلة راح تكون إن شاء الله تعالى شاء الله. في متحف بيت الزبير في تمام السابعة مساء إن شاء الله. إذا كل التوفيق لكم لمشارككم في هذه الليلة الجميلة والتحية أيضا لكل القائمين عليها. علي بن مبارك البوسعيدي صاحب محل عمانيون للأزياء العمانية وأحد المشاركين في ليلة التراث العماني. شكرا لك علي. شكرا أخي بارك الله. شكرا أيضا لندى باشعيب صاحب الدار ندى للأزياء وإحدى المشاركات أيضا في هذه الليلة. شكراً يا ندى. إذا مشاهدي الأحبة شكرا لعلي وشكرا أيضا لندى وشكرا أيضا للأستاذة ريما الساقواني يعني صاحبة مشاريع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة اللي طبعا تنظم هذه الليلة وعلى جهودها المقدرة حقيقة في أن تظهر فعلا الأزياء العمانية التقليدية أو أيضا المطورة حتى بشيء فعلا يليق بأصالة وهوية هذا التراث الأصيل الحضاري الجميل لعمان الحبيبة. عموما مشاهدي الأحبة وصلنا بكم لختام هذا المشوار الحواري الأول في برنامجنا. نروح إلى الأخوة في مركز الأخبار وبعدها إن شاء الله تعالى نواصل باقي محطاتنا فخلوكم معنا.
مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أهم الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر وذلك بحسن الشموخ العامر بولاية منح. استهل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله الاجتماع بالتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عمان من تقدم ونماء، سائلا الخالق عز وجل أن يديم هذه النعم على البلاد لتتواصل مسيرة التنمية الشاملة. ومن ثم تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي أبدى جلالته ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما ساعد السلطنة على تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي في المشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على الخدمات التي تقدم للمواطنين، مؤكدا أبقاه الله على أهمية الاستمرار في هذا النهج. كما وجه جلالة السلطان المعظم إلى الاهتمام بعدد من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن وأبنائه الأوفياء وتؤمن للجميع دوام الخير والأمان. وفي إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، تفضل جلالته فأكد على دعم السلطنة لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار لدول المنطقة لكي تتواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التآلف والتقدم. وفي الختام تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله بالتطرق إلى العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، متمنيا جلالته التوفيق للجميع لما فيه دوام الخير والرخاء لعمان وشعبها الأبي. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بحسن الشموخ بولاية منح عدد من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدى القسم أمام جلالته أبقاه الله كل على حدة. سعادة السفير الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المرهون سفير السلطنة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة السفير علي بن عبد الله بن سالم المحروقي سفير السلطنة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير عماد بن حمود بن سالم العبري سفير السلطنة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة سفير نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفير السلطنة لدى دولة قطر، سعادة سفير الدكتور عدنان بن أحمد بن عبد الله الأنصاري سفير السلطنة لدى دولة الكويت، سعادة سفير الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي سفير السلطنة لدى ماليزيا. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع علي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. هذه كانت أهم الأنباء مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في تمام 11 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء. يعاني من تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر، انتشار ظاهرة البطالة
ولأن الأسرة أساس المجتمع جاءت مبادرة أنت الأمل التي أطلقها مركز رواد التطوع من خلال مسابقة وياكم التي تنظمها مجموعة نماء القابضة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب. خذ بيدهم وكن أنت الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبرنامج قهوة الصباح، كل الابتسام والتفاهم، وادعو الله العز وجل. وأيضا بالأمس طبعا شاهدنا مولانا صاحب الجلالة حفظه الله خلال ترأسه باجتماع مجلس الوزراء في حصن الشموخ ولاية منح، وأيضا الحمد لله وردتنا عدة رسائل من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بابتهاج مولانا الذي أثلج صدورنا. طبعا أيضا من ضمن الأخبار إن شاء الله بإذن الله غدا بيكون في احتفال بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من شهر أكتوبر، والذي تنظمه وزارة التنمية إن شاء الله في محافظة ظفار، وأيضا التي اعتمدت أن تخصص يوم ليوم المرأة العمانية. طبعا موضوعنا اليوم بيكون عن الدورة التي نظمتها الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية. أيضا أنا أستضيف الأخت فتحية المعمري عضو مجلس إدارة بالجمعية. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قهوة الصباح وسلطان، وفي هذا الحوار الشيق لأول مرة أكون فيه. شكرا سعيدة. وأيضا أضيفتي سليمة المعمري، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي سلطان ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بإذن الله سأكون طبعا لقاء جيد مع الأخوات، ما شاء الله عليهم طبعا على نشاطهم والحماس المتواجد معهم، وأيضا مشاركتهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. طبعا ولله الحمد مبادرة طيبة جيدة لطبعا الأخت فتحية، هي عضو مجلس إدارة وأيضا رئيسة اللجنة الاجتماعية. أنا عضو في الجمعية المرأة العمانية في 2017، وأيضا في اللجنة الاجتماعية، وأكون رئيس اللجنة الاجتماعية في الجمعية. دائما نحن نبحث عن الصم في جميع ولايات ومناطق السلطنة لعمل برامج وأنشطة توعوية وثقافية للنساء الصم، وأيضا توعيتهم في جميع المجالات إن شاء الله. ما شاء الله. طبعا فتحية هي لديها الحماس وأيضا الشعور بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وخاصة المرأة من ذوي الإعاقة السمعية، وهي طبعا دائما توضع خطط وبرامج لهذه الفئة. طبعا الدورة كيف كان عدد المشاركين، وما هي البرامج التي برامج الدورة وما تتضمنه؟ هو كانت عن النسيج الخياطة، وأيضا تتخصص في مجال الطبخ، وأيضا في مجالات عدة، وهي أيضا تتمركز في صناعة البخور. وكانت دورة جدا جدا ناجحة وملهمة لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وعندنا اليوم نستضيف سليمة المعمري طالبة معنا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا برامج وأيضا أنشطة ونشاط فعال. أيضا الطالبة سليمة، طبعا أريد أسألك كيف الاستفادة، يعني ماذا رغبتك؟ كنت في السابق، هل أنت نفس قبل التحاقي بالدورة؟ في السابق نحن دائما لا نجد ما نقوم به في المنزل سوى الطبخ بشكل مستمر. نحتاج بعض الدورات التدريبية، نحتاج بعض الأمور التي توعينا وأن نكون في ثقافة تامة. أتت هذه الدورة تحفيز لنا، كتطور لأمور، ويعني أدت إلى
معرفتنا التامة بالخياطة وأيضا في الطبخ وأيضا في صناعة البخور، مما جعلتنا من الأسر المنتجة في المستقبل، وأن نتعمق في هذا المجال وأن نستفيد أكثر وأن نعلمه الغير بإن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أختي فتحية طبعا مشرفة في البرنامج وأيضا هي التي تقوم بتدريب، طبعا ماذا ما مدى قدرات الصم وأيضا ثقة لدى الصم؟ نعم فستان، جميع الصم كانوا في حماس كبير، وأيضا بعد هذه الورشة كان بعض هناك يقول من تعلمنا الكثير واستفدنا في مجال الدورة هذه. ما شاء الله. كيف بالنسبة لي طبعا البنات، هل طبعا تلقيتي أسئلة وأجوبة عن هذا؟ نعم تلقينا كثير من الأسئلة والاستفسارات، مما تجعلنا أن نقوم في هذه الدورة في مناشط عدة وأن نقوم فيها في جميع الولايات، وهناك كثير من الأسئلة، وأيضا كان حماس كثير من عددهم، و15 شخص مشارك في هذه الدورة. ممتاز ممتاز. سؤالي لك الأخت سليمة، هل بعد الاستفادة من الدورة هل أنت بقيتي في المنزل أو عندك الرغبة مثلا أن تكوني من ضمن الأسر المنتجة طبعا من خلال هذه الدورة وأيضا الاستفادة، وهل في تواصل مع الأشخاص مثلا ذوي الإعاقة؟ كيف ما مدى رأيك يعني؟ نعم مثل ما ذكرت احنا اصبحنا من الأسر المنتجة بعد هذه الدورة، بحماسنا برغبتنا اتينا الى هذه الدورة، مما جعلتنا نحن ان نتعلم الكثير وايضا ان نستفيد مما ننتج خلال هذه الخياطات وصناعة البخور، واستفدنا بشكل ملحوظ. وايضا في ختام هذه الدورة اتمنى ان تكون لك دورات قادمة باذن الله تعالى. ما شاء الله. طبعا ان شاء الله نتمنى ان تكون في دورات مستقبليه ان شاء الله. نعم هناك بتكون دورات قادمه ومختلفه، ان تكون من ضمن هذه الاشياء طريق الرسم والتصوير، وايضا في مناشط عديده ان شاء الله. ما شاء الله. طبعا دوره في الكريشه ودور في الطبخ ودوره في هذه، كيف مدى وايش رغبات الصم؟ بالخياطه وايضا في مجال صناعه البخور كان هناك الرغبه الاكثر للبنات الصم والمبدعات فيها. ممتاز ممتاز جدا. كم عدد البنات او البنات اللي موجودات؟ هل في مسقط حاليا او تفكرون انكم تنفذوا دورات يعني لجميع القانطين في محافظه؟ هناك من بعض المناطق والولايات من سمائل ومن الداخليه بشكل محافظات، فكانت هذه الدوره تشمل جميع المحافظات، وان شاء هي بس كانت موقعها في مسقط، وكان كثير مشاركين من خارج ولايات السلطنه. ممتاز ممتاز. طبعا هل لديك خطه مستقبليه لتنفيذ مثل هذه الدورات خاصه وبرامج خاصه للمراه من ذوي الاعاقه السمعيه ايضا في مجال مثلا التعليم، في مجال الصحه، في مجال، هل لديهم في رغبات؟ نعم هو في الدورات بالافكار وبالخطط هناك كثير من بعض الافكار التي تنمي قدرات ذوي الاعاقه السمعيه، وايضا هنالك دورات قادمه في مجال التعليم وايضا التعليم الاكاديمي، ومما تجعلهم حاصلين على شهائد عده. سؤالي لك المتدربه سليمه، طبعا كيف بالنسبه للاسر هل صار في تغيير يعني في نوعيه الطبخ وبعد ما اكتسبتي هذه الدورات، وهل تفكري ان شاء الله باذن الله ان تكوني اسر منتجه او تكوني في المنزل؟ الحمد لله بعد هذه الدورة اكتشفت بنفسي أن هنالك تميز مختلف في عملية الطبخ في البيت سواء أو في عملية الإنتاج وبيعه للاستفادة منه، والحمد لله رب العالمين. سؤالي طبعا هل بالنسبة للبنات أثناء مسابقات عمل مسابقات ولا بس تركيزك على الدورة، هل في مسابقات تعملوا مثلا في الرياضات مختلفة؟ نعم هناك في كثير من المسابقات التحفيزية التي تجعلهم يرغبوا جدا في المشاركة في هذه الدورات، فالمسابقات تعطي الحافز الكبير وأيضا تعطيهم المرح والسعادة والتفكير والابتكار بإذن الله تعالى. ما هي الخطة مستقبلية؟ كخطة تكون يعني جعل هؤلاء أشخاص ذوي الإعاقة السمعية قادرين على الإنتاج وقادرين على الاعتماد بالنفس. ممتاز جميل، أفكار رائعة جدا ونشاط وهمة. طبعا البنات
لا توجد لديهم دورات في السابق وأيضا ما تواريخ، متى بدأت الدورات؟ في السابق كان بعض الدورات ولكن ليست بالدورات التي مثل ما نقدمها اليوم. ابتدأت هذه الدورات خلال الأشهر الماضية في إنتاج بعض هذه الأمور، ولكن هذه الدورة أثرت بشكل إيجابي على المجتمع وعلى المشاركين وعلى ذوي الإعاقة السمعية بشكل كبير بشكل ملحوظ، وأيضا زاد الحماس والرغبة للآخرين للمشاركة في هذه الدورات التي ننظمها في خلال الدورات القادمة. جميل. طبعا أختي فتحية، أنت نفذتي عدة دورات مختلفة وبرامج خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هل ستنفذي للأشخاص الناطقين؟ نعم، هناك كان بعض الناطقين يعني للترجمة، وهناك بعض الصم مشاركين للتعلم واكتساب الخبرة من أخوانهم الناطقين. ما شاء الله عليك، جميل، ممتاز ممتاز. طبعا سؤالي لك ضيفتي سليمة، هل الاستفادة وأيضا التفكير لزيادة التحاق في دورات سابقة أو أنت بتظلي في المستقبل، وما هي خططك المستقبلية؟ نحن نأمل أن تكون هناك زيادة وتطور زائد بإذن الله تعالى إن شاء الله. جميل جدا. سؤالي لك الأخت فتحية، هل في تفكري أن بيكون في دورات نفذي دورات لأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية لدول الخليج العربي؟ نعم، إحنا نطور هذه الدورات من محلية إلى يعني خليجية، وأن تكون هناك دورات في السلطنة تقام وتستقبل من دول الخليج ومن الوطن العربي، أن نكون في تطور إن شاء الله. ممتاز ممتاز. طبعا فريق وأفكار رائعة جدا وتنسيق وخطط لنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأيضا تطلع لتجربة السلطنة، ممكن تكون إن شاء الله بإذن الله أنت من أول أشخاص ذوي الإعاقة السمعية على مستوى الوطن العربي إن شاء الله. ممتاز. طبعا بنشوف بعض الصور الجميلة لهذه الدورة التدريبية. أيضا سؤالي لك سليمة، طبعا هل التركيز على هذه الدورات أو تفكري مثلا في أنشطة مثل التحاقك في نشاط رياضي مثلا أو مسابقات رياضية؟ نعم، نطمح أن نكون في مشاركات رياضية، وبدل أن نكون في المنزل والضيق وعدم المعرفة والثقافة، نحتاج أن نكون متطلعين أكثر أن نبرز دور المرأة الصم في المجتمع، بدل أن نكون فقط بلا عمل أو شغل، أن ننتج شيئا من ذاتنا وأن نتطور فيه بإذن الله. طبعا التنظيم، وهل في تعاون مقدم أو في دعم من أحد المؤسسات؟ كيف يتم طريقة كان الدعم؟ دعم من جمعية المرأة العمانية بالسيب، وأيضا من جمعية ذوي الإعاقة السمعية، وأيضا من دعم من الأشخاص أصحاب الخير. جميل. طبعا أنت فتحية طبعا عضو مجلس إدارة. أيوة، عضو في رئيس لجنة الاجتماعية. أي لجنة أنت بالضبط؟ اللجنة الاجتماعية. أيوة، ممتاز ممتاز، جميل جدا، وأيضا نشاط وحماس، وأنا سعيد جدا وأنا أشوف أنكم في تطور ملحوظ، وأيضا التعاون من الجمعيات سواء المرأة العمانية أو الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتنمية مهارات وأيضا الأفكار إن شاء الله بإذن الله تعالى. كيف طبعا، هل في تخصصات مثلا في الجامعة موجودة للطبخ أو لأشياء الفنون مثل الرسم وأنواع من هذه؟ بالوقت الحالي لا توجد هناك تخصصات أكاديمية أو تخصصات مهنية أو فنية في هذه المجالات، فنحن نبدأ بهذه الدورات للمستقبل إن شاء الله. طبعا في أفكار وأيضا جيدة وأيضا دورات مستقبلية وإلمام جيد في تخصصات إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى أن تكون في تخصصات في جامعات في الجامعات في السلطنة. طبعا المكان، أي موقع بالضبط نفذتوا هذه الدورة؟ الدورة كانت بتنظيم من جمعية المرأة العمانية بالسيب تحت لجنة
اللجنة الاجتماعية في موقع بقاعة المعبيلة. طبعا انتهت حلقتنا، شكرا ضيفتي وفاء. ما هي الكلمة؟ أيضا هل لك؟ شكرا أختي سليمة. نعم، في نهاية فقرتنا هذه لبرنامج قهوة صباح، طبعا الجديد، وأيضا أتمنى من طبعا من المرأة الصماء أن تشارك في هذه الدورات، وأنا أدعو جميع الأعضاء أيضا بهذه مثل هذه الدورات، والله يحفظكم جميعا وشكرا لكم، وإن شاء الله نلقاكم في فقرة جيدة الأسبوع القادم بإذن الله. تفضل يا أخوي تفضل. يلا سالم جيب الكرة. This for you. So nice. You're welcome. Thank you. شكرا. I love my family. I live in Oman. كمل يا ولدي كمل. كمل يا ولدي الصفحة الثانية كمل. We are one family. هلا أبو محمد مبارك مو يومك. بريال 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 علي ريال علي ريال. الكيلو على كم؟ هني شباب تعالوا. السلام عليكم. في يدي أسماء كنور الفرقدي، أنت أبية فاتلي، أنت قوية فاصمدي يا زمان على الحياة إلى الغد، نوفمبر فيه انتشت هذه الربا بالمولد، ويفي ويلي سعادة بقيادة لم تعهد، زماننا في عهده هو كربيع السرمدي يا عمان. عمان يا روح الدعاء الأحمدي الأخلدي، فم الزمان الأسعدي، الزاهر بن صالح المعمري، الدكتور حمد بن جمعة الرداني، المهندسة عبير بنت محمد البلوشية، البحر يرقص موجه لغنائك المتفرد، عزيك ما بين النجوم بلحنك المتردد، بنيك فإننا بسنا نهتدي، إنا نروح على عناك وفي
سنائك نرتدي يا عمر. قابوس شمسك أشرقي بين الدنا وتوقدي. حياكم من جديد مشاهدين الأحبة، دامت عماننا دائما تخطو مدارج الرفعة نحو ذرى المجد والعزة مشاهدين الأحبة، وإحنا ما زلنا أيضا مستمرين ومتواصلين معاكم في تطوافنا الصباحي إلى مختلف المحطات والفقرات. هذه المرة من أجواء الأستوديو ننتقل بكم مباشرة مجددا أيضا إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتحديدا مع الزميل محمد بن عبد الله المهري الذي ينقل لنا تفاصيل وقائع معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة العام 2017. ومحمد إليك الكلمة مجددا وصباحك ورد. صباحك ورد سيف، شكرا. ومشاهدينا الكرام نرحب بكم أجمل تحية من انضم هكذا لهذه القافلة الصباحية من قهوة صباح. نتواجد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والحديث اليوم فقط عن الغذاء وهذه الثقافة أيضا للضيافة. إذن معرض عمان للغذاء والضيافة 2017، تحدثنا ربما في الجزء الأول من الربط عن المعرض، الآن نتحدث عن التوأم الآخر والجزء الآخر والمهم أكيد وهو المؤتمر. من خلال ضيفي محمد بن عبد الله النعماني وهو مشارك في المؤتمر من بلدية مسقط. محمد صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. محمد، نتحدث عن المؤتمر. المؤتمر يعنى بكثير من الفعاليات المصاحبة لمعرض عمان للغذاء والضيافة. بداية، أبرز أهداف المؤتمر. والله المؤتمر يركز هذه السنة على سلامة الغذاء والمستجدات في قطاع الغذاء، وتثقيف العاملين في قطاع الأغذية على السلامة الغذائية لتجنب مشاكل كثيرة منها التسمم الغذائي. صحيح. طيب، حضورك أيضا محمد ربما في ورقة العمل الأولى، على ماذا ركزتم؟ في ورقة العمل الأولى كانت تركيز على سلوكيات العمال داخل مؤسسة إعداد الأغذية، بداية تثقيف العمال عن طريق بداية من المزرعة كيف تؤتى المواد الغذائية إلى أن تصل إلى المستهلك بسلامة عالية وجودة عالية. طيب. محمد، اليوم نتحدث عن أهداف مؤتمر، ثم نتحدث أيضا عن هذه الفعالية ربما التثقيفية بشكل عام. أنت أيضا يعني تعمل في بلدية مسقط، ماذا يضيف لك هذا المؤتمر؟ والله هذا المؤتمر أنا بطبيعة عملي كمفتش أغذية أحتاج الكثير من المعلومات والمستجدات في قطاع الأغذية عن سلامة الغذاء، فمؤتمرات مثل هذه تثري معلوماتي وتفيدني في عملي كمفتش أغذية لكي أحرص على سلامة الغذاء في المؤسسات نفسها. طيب، أهمية وجود المعرض بالإضافة للمؤتمر محمد اليوم، أنت تحضر المؤتمر من خلال أوراق عمل بالإضافة إلى الناحية التطبيقية أيضا من خلال سلامة الغذاء، يعني هذه الثنائية ماذا تضيف لكم كمشاركين؟ الجميل في الموضوع أنك تتلقى المعلومة من المؤتمر ثم تأتي للمعرض وتشوف تطبيق عملي للمستجدات في سلامة الغذاء، وتقدر يعني تشوف على أرض الواقع الموجود في سلامة الغذاء والحديث متواجد. طيب محمد، رسالتك أيضا لزملائك المفتشين الغذائيين سواء كان في بلدية مسقط أو وزارة البلديات الإقليمية أو في أي جانب استهلاكي، بماذا تنصحهم للحاق أيضا بركب المؤتمر اللي يستمر لمدة يومين والاستفادة من هذه الفعالية؟ أنصحهم بالقدوم لأن هناك كثير من المستجدات في أمور سلامة الغذاء، فقدومهم للمعرض راح يثري معلوماتهم وراح يفيدهم كثير في هذا المجال في مجال عملهم. إذن محمد بن عبد الله النعماني مشارك في المؤتمر، نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى أن تصل رسالتك أيضا لكل الزملاء ونستفيد من هذه الثقافة المرتبطة من خلال عمان للغذاء والضيافة. شكرا محمد. شكرا، شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الكرام، لازلنا معكم في هذا المعرض الذي يعنى بالغذاء والمؤتمر أيضا والضيافة، غذاء مرتبط بمعرض، وهناك أيضا مؤتمر يخدم هذا العنوان معرض عمان أو معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة. هناك أيضا على هامش فعاليات المعرض هناك مسابقة أيضا للتعرف على هذه المسابقة المرتبطة بأفضل طاهي، معي الشيف مالك بن سعيد الجهضمي من الجمعية العمانية للطهاة.
بداية صباح الخير. صباح النور والسرور، واهلا بكم في مركز عمان المؤتمرات وفي معرض الماكلات والفنادق. فندق الله يحييك. اليوم انتم ما شاء الله باهين على هذا اللبس، الجمعية اليوم مشاركة ايضا بقوة من خلال المعرض. أكيد إحنا في كل سنة مع المعرض نشارك، يكون عندنا مسابقات طهي، عندنا خمس مسابقات في الطهي، عندنا كعك للأعراس، عندنا التاباس وهي المقبلات، وعندنا البيتي فورز واللي هو الكعكات الصغيرة، وعندنا الطهي الـ نسميه لايف كوكينج، هو الطهي المباشر. أيوة، اللي نعطيهم هم شو اسمه الأغراض وهم يفتحوا الصندوق ويشوفوا إيش الأشياء في داخله ويبدأ يطبخوا فيه. وفي آخر يوم عندنا فايف كورس غورمي، هي الخمس وجبات فاخرة. أيوة نعم. طيب كيف إقبال المتسابقين؟ والله الحمد لله عندنا أكثر من 50 متسابق في كل المجالات، والحمد لله في هذا السنة عندنا إقبال أكبر وإقبال أكثر في هذه المسابقات. كيف تشوف إمكانيات الشيف العماني مالك؟ ما شاء الله الحمد لله يعني احنا عندنا طهاء عمانيين في السلطنه، عندنا مواهب كثير جدا ممتازه، لكن في خلال هذه المسابقات نظهر للشباب العمانيين، الشاب العماني الطاهي العماني ايش مقدور، ايش استطاعته في المطبخ في الطبخ. طيب في سؤال ربما ايضا يشغل كثير من المتابعين، على الرغم من المطبخ قريب للمرأة ولكن أشهر الطهاء على مستوى عالم رجال، إيش السبب؟ أقدر أقول لك إن كل الشباب تعلموا الطهي من النساء، ما في أفضل طهاء. هذه شهادة مني أنا من والدتي، بعد تعلمت الطبخ من والدتي. إذا نتمنى لك كل التوفيق مالك، ونتمنى أيضا أن يوفق أيضا الشباب المتسابقين من خلال هذه المسابقة التي تقام أكيد على هامش معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة. شكرا. عفوا حياك الله. إذا مشاهدي الكرام، مثل ما تابعتوا كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من هنا من مركز عمان المؤتمرات والمعارض، والحديث عن الغذاء والضيافة هنا في هذه الأروقة. طبعا نتحدث عن معرض في كثير من الخبرات، 15 دولة وكثير من المشاركات، بالإضافة لمؤتمر يعنى ب20 ورقة عمل تتحدث فقط عن الغذاء وسلامة الأغذية، بداية من المزرعة إلى المستهلك ومن المصنع إلى المستهلك، بالإضافة إلى مشاركة 50 أو 150 مشارك من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سواء كان القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة، بالإضافة إلى هذه المسابقات التي ذكر أيضا مالك قبل قليل، اللي هي أفضل طاهي وأيضا أفضل معيد للقهوة العمانية. إذا برائحة الهيل وبرائحة الزعفران وبهذه النكهة للقهوة العمانية، من هنا من مركز عمان المؤتمرات إلى قهوة الصباح في الاستوديو وأجواء الصباح مع سيف إليك. شكرا لك يا محمد، شكرا أيضا على هذه التغطية المميزة اللي دائما حقيقة لبرنامج قهوة الصباح، تسعى قدر الإمكان إلى أن كاميرا برنامجنا تتجول في مختلف الفعاليات والمناشط، وهذه المرة كنت معانا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وتفاصيل وقائع مؤتمر ومعرض عمان للغذاء والضيافة العام 2017. شكرا محمد، وإحنا أيضا مشاهدي الأحبة ما زلنا مستمرين ومتواصلين معاكم في برنامجنا من محطة إلى أخرى، ووقفتنا الحوارية الأخيرة ستكون بمشيئة الله تعالى حول مشروع التدريب وتأهيل الأسر المتعففة، هذا المشروع الذي يأتي بتنظيم من مركز رواد التطوع ضمن مسابقة وياكم. التفاصيل ستكون بمشيئة الله بوجود أخونا حسين بن علي العامري رئيس فريق مركز رواد التطوع. حياك الله حسين. حياك الله. صباح الخير. صباح النور والسرور. كيف حالك؟ عساك بخير. طيب الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. حياك الله. أيضا معنا أختنا أزهار بنت غابش الراشدية رئيسة اللجنة الإعلامية والتسويق بهذا الفريق. حياك الله يا أزهار. الله يحفظك. وصباحك أزهار. شكرا. الله يحفظك ان شاء الله. قبل لا نتكلم عن المشروع ايضا يا حسين، اريد اعرف مركز رواد التطوع ليش سميتوا هذا الفريق بهذا الاسم الرنان؟ في البدايه مركز رواد التطوع تم تاسيسه سنه 2014. نعم. في كليه التقنيه العليا. قبل لا يتاسس هو كان عباره عن جماعات، عده جماعات موجوده في كليه التقنيه العليا. جماعه التصوير وجماعه الفنون وجماعات اخرى ثانيه. ممتاز. جمعناهم كلهم في مكان واحد وصبحنا مركز رواد. فابتدينا في 2014، صارت عندنا عدة فعاليات داخل التقنية وخارج التقنية. ممتاز. صحة. هذا على قلبك. طبعا داخل التقنية عملنا أربع ملتقيات تقريبا. نعم ممتاز. ثلاث ملتقيات. نعم. عملنا بالضبط. وكذلك نفس الشيء في مشاركات خارجية، سواء مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية. جميل. كذلك مع شو اسمه اللي هي السلامة على المرورية، الجمعية العمانية للسلامة على المرورية او السلامة على الطرق بالضبط. ممتاز.
فكانت عدة مشاركات معنا. فعاليات ومناشط متعددة قمت فيها خلال الفترة الماضية ربما تحضرت في الوقت الحالي. عموما أنا أرجع لأزهار ومشاريع عدة ربما شاركت في هذه المسابقة، مسابقة وياكم، وأفكار كثير ربما وأنتم كفريق لما اجتمعتوا مع بعضكم البعض جاءت لكم، لكن في الأخير ارتأيتوا ورسيتوا على مشروع لتدريب وتأهيل الأسر المتعففة، لماذا تحديدا؟ بأمانة الأسر المتعففة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع ويحتاج منا إلى الاهتمام والرؤية الدقيقة لهذه الفئة من المجتمع. جميل. نحن قلنا الأسر المتعففة بشكل خاص اللي هي الأرامل والأرامل والمطلقات، ولكن بعد ذلك توسعنا إلى مجالات أخرى ووسعنا مجال التدريب إلى ذوي الدخل المحدود وكذلك الباحثين عن عمل. جميل. نعم حسين، ربما الحين للمشاهد الكريم اللي يتابعنا، بعض المشاهدين ربما كمصطلح الأسر المتعففة ما عندهم دراية عنه، إيش تقصدون فيها؟ الأسر المتعففة هي الأسر التي تعفتف عن طلب الحاجة، وإن كانت هي محتاجة عنها المساعدة أو شيء، ولكن من التعفف بها أن ما تطلب المساعدة أو العفة لديها أن ما تطلب المساعدة من الناس. نعم. فهذه الفئة شوية إحنا حسينا أنها محتاجة تكون دعم لها، محتاجة أن إحنا نروح لها ونسأل عنهم. نعم. والحمد لله رب العالمين حصلنا إقبال، حصلنا أسر عدد طيب. نعم. قار الحين بدأ في تدريبهم اللي هو في منطقة العمرات. نعم. طبعا الأسر عدة في عدة مراحل اللي هم ذوي الدخل المحدود، وفي اللي هم الأرامل والباحثين عن عمل. ممتاز. ولكن كانت الأولوية فقط للأسر المتعففة. ممتاز. يعني المعروف أنه الأسر المحتاجة تلجأ إلى المؤسسات. صحيح. سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى أيضا الأفراد والجمعيات الأهلية وغيرها. نعم. لكن الأسر المتعففة ربما أنه نوعا ما يعني من عزة تتعفف مثل ما ذكرت من المصطلح نفسه، إنها ما تلجأ فعلا، فأنتوا حاولتوا قدر الإمكان أنكم أنتوا اللي تروحوا لهم بالضبط، ما هم يجوا لكم. صحيح. نعم بالضبط. ورحنا زيارات كذا عدة أسر زرناهم في منطقة العمرات بالتعاون مع فريق اللي هو سفراء العطاء في العمرات. جميل. تعاوننا معهم بحكم أنهم عندهم تخصص هذا موجود فيه عندهم. نعم. نعم جميل جدا. طيب أنتم مشاركين في مسابقة وياكم يا أزهار. صحيح. الحين أنتم في أي مرحلة؟ الحين المرحلة اللي ما قبل النهائية اللي هي راح يكون فيها تقييم النهائي إن شاء الله غدا بإذن الله. حاليا نعد ونستعد للتقييم النهائي. سلمنا التقرير ونتمنى إن شاء الله أن نكون من الفرق الفائزة بإذن الله تعالى. بإذن يعني الحين ما قبل النهائية وبكرة بتكون نهائية ولا؟ صحيح بكرة إن شاء الله بيكون التقييم النهائي. اللي التقييم هو النهائي بكرة بيكون. ومتى الإعلان بيكون النتائج؟ تقريبا بعد اسبوع او اسبوع ونص، ما علمونا بالضبط التاريخ. ممتاز جدا. طيب اريدك تكلمني عن مراحل المسابقه، كيف استعد لها مركز رواد التطوع، وايش اللي قدمتموه خلال الفتره الماضيه يا حسين؟ جميل. في البدايه احنا اجتمعنا وعده اجتماعات مش اجتماع واحد على اساس ان نطلع بفكره مشروع معين. جميل. في النهايه ارتسينا وارتئينا ان بنحط هذا الموضوع اللي هو مساعده الاسر المتعففه، كوننا احنا فريق تطوعي وما عندنا فيه دعم يعني وكذا، فقط من ذات نفسنا. طيب. فبدينا تقريبا شهر 2 في المشروع هذا، ولكن كان مع دار العطاء، دخلنا مسابقه في دار العطاء ودخلنا لحد تقريبا المراحل كانت النهائيه. صحيح. بعدين صار عندهم تصفيات وان شاء الله اعتقد الحفل مالهم تاريخ 26 او 28 10 اللي هي بدار العطاء. بعدين انتقلنا للمستوى الثاني اللي هي مسابقه وياكم. كان اهم اهدافنا احنا ان نطبق هذا الشيء على ارض الواقع. كيف احنا نقدر نطبق هذا الشيء على ارض الواقع؟ تواصلنا مع عده جهات بحكم انه الشراكه تنمي هذا الشيء، يعني الفريق الواحد لما يكون وحده يشتغل وفريق ثاني يشتغل في صوب ثاني بيكون في تشتت، فاحنا حاولنا ان نشترك مع عده فرق ومع عده جهات. تعاوننا مع معهد حور العين للتدريب الحديث وسفراء العطاء كذلك. كان كذلك عندك الجمعيه العمانيه، جمعيه المراه العمانيه، حاولنا ان نتعاون معاهم وكذا في قلب بعض الاسر بحكم ان عندهم خلفيه وبيانات اكثر. نعم. عندهم قاعده بيانات، يعني احنا ما نروح عشوائيا. نحتاج انه يكون في اشخاص عندهم قاعده بيانات محدده نقدر نمشي عليها. بالضبط. يعني بحيث انه يكون فعلا هم بحاجه الى هذه المساعدة اللي راح تقدموها لهم. صحيح؟ نعم. طيب أزهار إيش تقدمون لهم أنتم بالضبط؟ هل المساعدة المالية المادية تقدمون لهم أو لا؟ كمشروع وكهدف له تدريب وتأهيل بحيث أنهم قادرين فعلا يوم الأيام أنه
يخدموا أنفسهم بأنفسهم. بأمانة إحنا لو قدمنا لهم المال ما كأننا سوينا شيء. نعم. يعني صحيح. كأننا إحنا بس أعطيناهم سمكة وهي جاهزة. فإحنا أخذنا من مبدأ إن لا تعطني سمكة, ولكن علمني كيف أصطاد. كيف أصطاد. نعم. اليوم إن شاء الله ندربهم, لكن غدا سيصبحوا رواد أعمال. سيصبحوا يمتلكون دخلهم الخاص. صحيح. يعملون بأنفسهم. ممتاز. يشعرون بقيمة الحياة ويشعرون بصعوبات الحياة بقيمة أكبر. هذا ما وهذا سيخفف على الحكومة العبء الذي تتحمله الآن, وذلك عن طريق تقديم الدعم لهم, ودائما بالتكاتف والتعاون سنصل لما نريد, وسنحقق لهذه الأسر الهدف الذي ترمو إليه. نعم, جميل جدا. تأهلوهم بحيث يكون رواد أعمال. بالضبط. طيب كيف يتم هذا التأهيل؟ بأمانة نحن في البداية إيش عملتوا, ورش, محاضرات, إيش بالضبط؟ في البداية يجب تأهيلهم ذاتيا. يجب أن يحصل على الثقة الذاتية, وبعد ذلك سيؤهلوا في مجال ريادة الأعمال. والفترة التي تليها سيتم تدريبهم في مجال اختصاصي. على سبيل المثال بدأنا الآن بتعليمهم في مجال التجميل, وذلك بسبب وجود الكثير من الجزء الأنثوي معنا. وكذلك بسبب أن هذا ممتاز. هذا المجال له سوق رائج في هذا في هذه الفترة. بالضبط. وبعد ذلك سننتقل إلى مجال آخر وسنتوسع في المجالات إن شاء الله في المستقبل القريب. كل ذلك يا حسين يكون من خلال محاضرات وورش معدة ويقدموها ناس متخصصين, صحيح؟ نعم, هو معهد يقدم لهم تدريب سواء نظري وعملي في نفس الوقت. تقريبا احنا اتفقنا معاه على 1200 ساعة تدريب لمدة 5 أشهر وأسبوع بإذن الله تعالى. من ضمن هذا ال 1200 ساعة راح يكون في 40 ساعة مخصصة كيف تصبح هذه المتدربة رائدة أعمال. جميل. احنا ما بندربها فقط ونمشي عنها, لا, نحن نحبها تكون هي رائدة أعمال. هي تكون في المستقبل عندها محل تجاري أو يكون عندها براند خاص فيها. تقدر تعيل فيه نفسها وتعيل عوائلها. فكان أهم نقطة عندنا احنا كيف هي تصبح رائدة أعمال. ممتاز, جميل. أزهار, كم عدد الأسر المتعففة اللي استطعتم الوصول إليها حتى اللحظة؟ بالإضافة أيضا إلى سؤال آخر, غدا التقييم النهائي. صحيح. لو لا قدر الله يمكن ما حصلت على مركز, أو حتى لو حصلت على مركز, هل ستكون الاختتام لهذا المشروع أو لا, هناك مواصلة واستمرار أيضا للقادم؟ سأجيبك على سؤالك الأول وهو. نعم. كم عدد الأسر؟ بأمانة نحن في مسابقة وياكم كنا يعني نريد أن نصل إلى 50 أسرة أو 50 فرد من أسرة مختلفة. ممتاز. الآن نصل إلى 38, وهذا عدد ليس بقليل وعدد. صحيح. جيد. في المستقبل إن شاء الله لن نتوقف, حتى وإن توقفنا أو لم نتأهل في مسابقة وياكم. ذلك تلك لن تكون النهاية. بالتالي بالحقيقة نحن نسعى لأن كطلاب نسعى أن نكون سأن نحصل على وظائف. نعم. فهذه ستكون كوظيفة مستقبلية لنا. جميل. سنعمل جاهدين حتى نصل للهدف الذي نرمو إليه. وإن شاء الله سنصل إليه في ونهدف كذلك لإنشاء مركز. هذا المركز سيكون تطوعي بشكل كامل, تطوعي وخيري, يقدم الخدمات لهذه الفئات. ونرجو من المؤسسات والمعنيين بهذا الموضوع الانتباه إلى هذه الطاقة الكاملة في داخلنا. نعم. والتي نريد أن نصلها للمجتمع. نعم, وتقدها قدود أكيد شباب وشابات أيضا السلطنة المجيدة حاضرين في مختلف المجالات وفي التطوع تحديدا. كرسالة أخيرة كرئيس لهذا الفريق يا حسين, إيش حاب توجه للمشاهد الكريم؟ أول بداية أشكرهم على الدعم اللي صار معانا في طيلة فترة المسابقة لمدة 2 شهر, سواء من الأهل أو الأصدقاء أو اللي حوالينا في الكلية, ما قصروا سواء مساترة ولا طلاب. كان عندهم الدعم سواء في الاستشارات القانونية أو في الاستشارات الأفكار اللي راح نعملها. إن شاء الله إحنا ما راح نتوقف عن هذا المشروع, ولو إن انتهينا في المسابقة هذه, لكن في عندنا أفكار جديدة ثانية وفي عندنا خطة مستقبلية إن شاء الله قاري تنفيذها, وبإذن الله ما تكون هذه آخر استضافة معاكم بنفس الفريق. بإذن الله وإحنا مستمرين ومتواصلين أكيد في تغطية كل الفعاليات والمناشط لشبابنا الحاضر في مختلف المجالات مثل ما ذكرت سلفا. شكرا لحسين بن علي العامري رئيس فريق مركز رواد التطوع. شكرا لك يا حسين.
عفوا، شكرا، يعطيكم العافيه، ما قصرتم، بارك الله فيك. وايش ايضا شكرا لازهار بنت غامش غابش الراشديه، ايضا رئيسه اللجنه الاعلاميه والتسويق بفريق مركز رواد التطوع. شكرا لازهار. العفو. شكرا لك، كل عام وانت بخير. على فكره بما انه بكره يوم المراه العمانيه 17 اكتوبر، وانت بخير. شكرا. وتحيه ايضا لكل نساء عمان الشابات، وايضا في مختلف الفئات العمرية، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. ودائما نقول تحية لكل امرأة على هذه الأرض الطيبة تعمل وتعطي وتكافح أيضا خدمة لهذا الوطن الغالي، بما أنه يوم غد يوم 17 أكتوبر يوم المرأة العمانية. أيضا سنفرد مساحة إحنا من خلال برنامجنا للحديث حول هذه الاحتفائية مشاهدينا الكرام. عموما وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، شكرا لكل من تابعنا ولكل من تواصل معنا. أو قبل الختام شو رأيكم نروح لفاصل وبعد الفاصل نختم، فخلوكم معنا. يحفظ عماننا الحبيبة مشاهدينا الأحبة، ويحفظ لنا قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يا رب العالمين.
يجعل ويدوم لنا ذخر وسند لهذه الأرض الطيبة. مشاهدي الأحبة، في هذه الأثناء إذن وصلنا إلى ختام برنامجنا ومشوارنا الصباحي لهذا اليوم. الملتقى يتجدد يوم غد بمشيئة الله تعالى. نحتفي جميعا بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من أكتوبر من كل عام، وتحية من القلب مجددا لكل امرأة على هذه الأرض الطيبة. إلى اللقاء وفي أمان الله. أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها.